السلام عليكم، معكم العميد عزيز حمود العامري، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في وزارة الداخلية. طبعا للمرة الثانية نلتقي مرة أخرى في الحوار العالمي للسعادة على هامش القمة العالمية للحكومات، نناقش فيه المواضيع المهمة فيما يتعلق بالسعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات أو في الممارسات اللي موجودة حوالينا حول العالم. المرة الماضية كنا نتكلم عن محاور ونناقش هاي المحاور كيف ممكن نطبقها وكيف ندرسها. المرة هذه قاعدين نشوف التطبيقات اللي موجودة في هالمواضيع من ناحية السياسات، تطبيقات، ممارسات، تكنولوجيا، سواء كان في التعليم، في الصحة أو في جودة الحياة نفسها. فانتقلنا إلى مرحلة جديدة، نتمنى إن شاء الله هالمرة نشوف النتائج، نتعلم أكثر ونشوف شو الممارسات اللي ممكن نضيفها عندنا هنا في حكومة دولة الإمارات، إن كان كنا نتكلم عن حكومة أو كمجتمع. وإن شاء الله التوفيق للجميع. إن شاء الله. معالي عهود عرضت مقولة، المقولة الشيخ زايد يعني قال يقول فيها ثروتي الحقيقية سعادة الشعب. نعم صحيح. تعني لك هالمقولة. إذا نظرنا اليوم لدور الحكومة فعليا في أي مكان، أساسا هو إسعاد الشعب، إسعاد المجتمع، إسعاد الناس. يعني أنا ما بخلي كل الناس اليوم تضحك، ولكن أنا بهيئ لهم الأسباب أنها تكون سعيدة، والسعادة اختيار. جميل. شكرا لك. شكرا.